سبحان الخالق. الله 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 الله، ما أجملك. بروح لشاطئ القرم او شاطئ القرم. انا في مرتفع جبلي ما شاء الله، منطقة مميزة، الظاهر اللي ساكن فيها ناس رفيعي المستوى، الفلل والقصور في هذا المكان. انا هنحاول نوصل للشاطئ حق القرم. شوفوا كيف تميز اضاءات بالطاقة الشمسية، ممشى فعلا، ترى ذولا كبار الشخصيات هنا عايشين في هذه المنطقة. شوفوا كيف فيلل ما شاء الله، والله منطقة ما شاء الله روعة. شوفوا ما شاء الله بيوت الناس كيف جميلة، ممشى. شوفوا كيف الشاطئ، هذا ينقال له شاطئ القرم، شاطئ ما شاء الله رملي. شوفوا كيف الرمل، وفي زي المستنقعات المالحة، هذه كلها لها علاقة بعملية المد والجزر في البحر، مما أعطى للشاطئ منظر جمالي رائع. هنا الناس اللي يجون يصورون المفروض تصوير الفوتوغرافي خرافية. أوريكم صورة، الحين بألتقط صورة أو صورتين نشوفوها. شوفوا المجرى المائي، والله منظر روعة روعة، سبحان الخالق. هذا مجرى مائي إلى البحر يوصل، شوفوا ما شاء الله، مع الموية كيف، شوفوا كيف صافية، شوفوا كيف مصدرها من هناك خلف الجبل يودي للبحر، فجاي مجرى بين الصخور والمباني. الله شوف، منظر غروب الشمس. تعالوا هذه المنطقة واجلسوا هنا، اشربوا الشاهي والقهوة وغيروا الأجواء، شيء خرافة روعة. أنا ما قد شفت شاطئ بالطريقة هذه، سبحان الله.
سبحان الخالق المد والجزر حفر هذه الصخور. شوفوا كيف ما شاء الله روعتها. ممكن أشير لكم بصباعي، ممكن أشير لكم بصباع الستاند هذا. شوفوا والأصباع يا زين، يا الله تحفة 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 طبيعية، تكوين طبيعي يا جماعة الخير. الله 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 الله، ما أجملك. واو سبحان الله، شوف الصدف. شوف التجاويف الداخلية كيف، سبحان الله، ترى هذا كان عمق بحري زمان. شوف العمق كم كان، 3-4 متر تقريبا. الصخور كيف تحت البحر كانت، التيارات المائية كانت من هذا الاتجاه تدخل وتطلع من الجهة المقابلة. شوفوا كيف روعة المنظر يا جماعة الخير. هذا لو انه مو بحاد كان دخلت جوا، بس انا بحاول اشوف كيف اقدر اصور. اخاف اعدي ويضرب ظهري في هالصخور ذي وانجرح، وانا ماني ناقص اجراح. خلاص شوفوا كيف، مسقط جراند مول. طبعا هنا انا بتعشى وبشوف المول. ما شاء الله تبارك الله، عمان فيها 3 مولات ممتازة رائعة رائعة. مولات عمان عندهم عمان جراند مول، وفيه مسقط افينيو مول، وطبعا مسقط سيتي سنتر. انا صراحة حبيت سيتي سنتر افضل، اعتقد انه احدث مول وفيه هناك خيارات المطاعم اكثر من اي مول ثاني.